انا ما اقدر اختي غير الطق بطق. ترى منين اجيبنه؟ العله هنا. اي يعني هذا شو انت تصريحاتك ناريه شويه معالي يعني الوزير. خليني بسلب الموضوع. خليني بسلب الموضوع. انت قلت لك مطلع على المغطى والمكشف لما كنت وزير ولما كنت سفير وعندك علاقات بالولد بالحقل السياسي. هل العراق يمتلك ادوات واوراق ضغط على هاتين الدولتين لكن هو لم يستخدمها؟ وبالتالي الورقه الاقتصاديه الان طريق التنميه الذي سينعش تركيا ايضا راح تاكل من هذا الفتش وتاكل من هذا الفتش. هو احنا كل شيء ما نقدر نسويه؟ عندنا اوراق ضغط لو ما عندنا؟ اي شوف اخي، يعني تناول هذا الموضوع عن طريق الضغط والاملاءات، نحن لسنا في موقع نستطيع به ان نمارس الضغوط ونملي على الاخرين ما نريد. احنا مثل ما قلت اني الان في وضع لا يسمح بنا، يعني ما يسمح لنا بهذا العمل. احنا عندنا تبادل اقتصادي، حضرتك قلت بالمقدمة 12 مليار مع تركيا. انا اقول لك هو بين 16 الى 20 مليار. زين، وهذا في تزايد. احنا اذا نمارس اوراق ضغط ويكون احنا بعدين بالنتيجة نصبح المضغوطين، بمعنى اكثر من 80-90% من البضاعة الموجودة في العراق هي بضاعة تركية، من اثاثات الى كهربائيات الى اشياء اخرى، إذا ما نستوردها إحنا راح يكون عندنا نقص. خلينا أذكرك بقضية يا معالي الوزير. على سبيل المثال خلينا أذكرك بقضية. نعم، خلينا أذكرك بقضية آني. نعم، وزير الزراعة طلع وياي مو هذا الحال القبلة، قال أنا وقفت استيراد البيض وبعض المواد من تركيا، ما ظل أحد ما أجاني، أجاني السفير التركي واتصالات من الحكومة، انهزت بالداخل التركي. الآن آني هل بإمكاني بتحجيم الشركات التركية بالدخول بالاستثمارات أو منع الاستيراد من تركيا بنسبة 40% وتحويل هذه التجارة إلى أماكن أخرى، وبعدها إن كان يعترض تركيا يقول له تعال أقعد على الطاولة؟ الولد ليش ما يسوونها؟ شوف يعني أنا ما أقدر أجيب طماطم من برا، ما أقدر أجيب تخم من برا، ما أقدر أتعالج بدولة أخرى. أنا هذا السؤال. المفروض نقدر. لا بس قل لي المفروض نقدر. المفروض إذا سويناها نظريا نقدر إذا سويناها نتأذى وراها التركي يجي يقعد يمك. هاي 20 مليار يعني ما عندنا جارنتي. شوف بالسياسة أيضا ماكو جارنتي. بس خل شغلة البيض حتى أقول لك، لأن أنا كنت سفير من صارت هذه الشغلة. أنت كنت باليابان سفير مو في البيض؟ كان أنا كنت باليابان بس كنت بتركيا أيضا يعني السنين الأخيرة قبل التقاعد. أي. وعندما حصلت هاي شغلة البيض أنا كنت سفير في تركيا، وجوني رجال الأعمال ومصدري منتجي ومصدري البيض وسياسيين وحكيت وياهم بمنتهى الصراحة. يعني إحنا كان حجم التبادل التجاري في مجال البيض مع العراق كان البزنس حجمه 350 مليون دولار لصالح تركيا. 350 مليون مو كثير يعني، ولكن هو تسبب بأزمة طبعا بتركيا وتسبب بخسارات كبيرة، وصار يبحثون هم عن أسواق أخرى، وصاروا مستعدين أيضا لتقديم تنازلات مثل ما تفضلت حضرتك. هذا صحيح، بس إحنا ليش هذه نجحت؟ هذه نجحت لأن صار عندنا إنتاج البيض. العفو، هذه مدى تثبت ثبتوا لي يا إنتاج شباب. البيض في العراق إنتاج البيض في العراق وصل إلى حد الاكتفاء الذاتي. صار عندنا إنتاج محلي، وصار عندنا استيرادات أخرى من أوكرانيا ومن أماكن أخرى إلى آخره. فالسوق يعني هي لم يحدث أزمة في السوق العراقي. مقاطعة هذه البضاعة لم تحدث أزمة، أحدثت أزمة في القطاع التركي، ولهذا هم أتلفوا ملايين ربما، ولذلك يعني يا معالي الوزير من أطنان. تمام جدا، احنا متناغمين الان. احنا قدمنا مثل بايقاف استيراد نموذج واحد اللي هو البيض و350 مليون دولار. كيف اذا اوقفنا؟ بس كان عندنا بديل. بحس انا اجيك على البديل. كان عندنا بديل، ما تنساها. 20 مليار دولار يا عمي بديل بكل العالم. عندما تضر تقاطع منتجات البلد اللي يضرك. عمي 11 سنه ناكل علف حيواني، هي نسينا؟ وبالتالي الحكومه تضطر أن تدعم المنتوج المحلي. بس البي غيره منين اجيبنه؟ البي غيره منين اجيبنه؟ العله هنا.
اي يعني هذا شو انت تصريحاتك ناريه شويه وسياسيه. انا على حق له على باطن بهذا معالي الوزير يعني صح له غلط؟ لا لا محق طبعا كمواطن من حقك تعبر عن رايك بالطريقه اللي ترتئيها زين. فبس خلنا ناخذ مثال انا ايضا لازم اصير صريح وياك مثل ما انت صريح وياي صح ولا لا؟ تمام مع الوزير. زين احنا الان الميزان التجاري مع تركيا مثل ما قلت يعني بحدود 20 مليار، خلينا نقول يعني نتواضع من آن كنت كان 16 مليار. زين 95% من هذا الميزان التجاري يعمل لصالح تركيا واحنا لصالحنا 5% من هذا 16 مليار. اوكي انت شايف وين الخلل؟ يعني 95% لصالح تركيا، احنا 5% شلون يعني احنا شو نصدر لتركيا؟ النفط فقط، احنا نصدر النفط الى تركيا فقط. زين انت تقول لي مارس مو بس ضغط. النفط مو بس يعني النفط يعني مع الوزير كيف امارس ضغط بال5%؟ مو بس لو كان لو مو بس لا تسمح لي مو بس لو نفط. لو كان 95% لصالح العراق انذاك يكون العامل الاقتصادي ضغط بالتبادل التجاري مع تركيا. أي. بس احنا بدنا نحكي على تركيا، بس هذا ينطبق على ايران طبعا استاذ نجم ما تنسى. ال5% نصدر نفط ونصدر لهم عملاء من ضمن ال5% حتى يرعون مصالحهم هنا. مو هذا تصريحك سياسي حسن؟ ليش تصريح السياسي؟ والولادات ياخذون صور وينزلونها بالفيس وشعبهم كاتل التصحر وكاتل الجفاف، والآن صارت الهجرة من الريف إلى المدينة، بحر الساو وقفت، الأنهار وقفت. نعم الأسماك انقرضت، الثروة الحيوانية سسمة، والولد بخلصينها بس تصاوير وبرقيات تهاني. زين أنت تتذكر السعودية؟ هذا مؤلم، هذا مؤلم. أنا أتفق وياك يعني أنا أتفق وياك. أنا ما أقدر أحكي غير الطق بالطق، شاركك يعني ما أقدر غير الطق بالطق والقسوة يعني هاي.